وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أورفا الكاتب والمحلل السياسي راكان الخضر. أهلا ومرحبا بك أستاذ راكان. بداية، وزير الدفاع التركي خلوص أكار قال إن الهجوم على إدلب سيؤدي إلى هجرة 3.5 ملايين سوري، كيف تفسر أن يخرج هذا التصريح من أعلى مسؤول عسكري في تركيا؟ السلام عليكم. عليكم السلام أخي الكريم. اليوم الحمد لله رب العالمين، وحسب الأخبار الواردة من إدلب أنه هناك دوريات مشتركة للقوات التركية قد سيرت، وأن هناك هدوء حذر في هذه المنطقة، ووسط ترحيب كبير من الأخوة المتواجدين في هذه المنطقة، أي المنطقة التي نزع السلاح منها. وخلوصي أكار رئيس الأركان التركي قال أن المجال الجوي أيضا قد أصبح متاحا للطائرات التركية، ولوحظ اليوم هناك طائرات تركية في أفق إدلب والشمال السوري. نعم. فأظن أنه في الاجتماع الأخير ما بين العسكريين الروس والعسكريين الأتراك قد اتفقوا على تفعيل سوتشي، وأظن أن الهدوء الآن يخيم على المنطقة. وطبعا خلوصي أكار رئيس الأركان التركي في تصريحه هذا يحذر من أنه الهجوم على إدلب قد يؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة وموجة أيضا كبيرة من الهجرة قد لا يحمد عقباها، وأيضا قد تكون عبء كبير على القارة الأوروبية. وزير الدفاع في تصريحاته يقول إن بلاده تحترم وحدة أراضي وسيادة جيرانها، وعلى رأسهم سوريا والعراق، وما يشغله هو أمن بلاده. هل برأيكم يمكن أن تعطي هذه التصريحات رسالة تطمين للقوى الفاعلة في سوريا؟ نعم أخي، لطالما أرسى أو بعثت تركيا برسائل اطمئنان كثيرة وعلى أعلى المستويات، فقد سبق رئيس الأركان التركي السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وفي تصريح أيضا مماثل للتصريح الذي أدلى به رئيس الأركان خلوصي أكار في أنه من أولويات الجمهورية التركية هي وحدة الأراضي السورية. طبعا وحدة الأراضي السورية هي أيضا بالنسبة ل الجمهورية التركية هي مسألة أمن قومي، إذ أنه فيما لو لا سمح الله كان هناك تقسيم لسوريا وكانت هناك كنتونات يتواجد فيها إرهابيو البيدة والبككة، فذلك يضر حتما بالأمن القومي التركي. فمن أولويات الجمهورية التركية هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية كي لا يجاورها مثل هذه الكنتونات التي تؤدي إلى خرق في أمنها القومي. بالمقابل، كيف تقرؤون استهداف طيران النظام السوري لإدلب وتوقيته أيضا؟ طبعا سيدي الكريم، هذه التحرشات للأسف الشديد النظام لا يملك قرار ولا يملك زمام مبادرة، ولكن هذه برغبة من الجمهورية الإيرانية التي لا يروق لها أن يكون هناك تفاهما بين الروس والأتراك على حسابها. وقد رأينا أنه في عدة قمم كان الدور الإيراني ضعيفا بسبب التقارب التركي الروسي، وهذا لا يروق للإيرانيين الذين يجدون أنفسهم شيئا فشيئا يخرجون من اللعبة في الساحة السورية.
نائب الرئيس التركي فؤاد أكاتاي صرح بأن جيش بلاده أصبح جاهزا للدخول إلى سوريا، ألا ترون أن هذه العملية تحتاج إلى تنسيق مع القوى الفاعلة في سوريا؟ نعم، ونجد أن هناك عدة زيارات جرت من الجانب الأمريكي على مستوى مستشار السيد ترامب، وأيضا على مستوى عسكريين رفيعي المستوى، وعلى أيضا مستوى أيضا الأمن القومي الأمريكي لإجراء التفاهمات أو الأخيرة أو لوضع اللمسات الأخيرة لانتشار الجيش التركي في تلك المنطقة. وقد لاحظنا أيضا السيد خلوصي أكار قد قال اليوم في تصريح له أن جيش بلاده أصبح جاهزا، وهو ينتظر أوامر السيد الرئيس طيب رجب أردوغان للدخول في تلك العملية. في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت فيه أن واشنطن تضغط على أوروبا بشأن خطتها شمال سوريا، يعني هل ترون أن الولايات المتحدة الأمريكية رافضة للتواجد التركي في سوريا؟ وإن كان الأمر كذلك، كيف ستكون تداعيات ذلك؟ لا شك أن هناك تعقيد في الأمر سيدي الكريم، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الجمهورية التركية لإلغاء صفقة S-400 التي أبرمت ما بين الجمهورية التركية وروسيا. وقد طلبت صراحة الولايات المتحدة الأمريكية من تركيا التخلي عن هذه الصفقة، وأيضا للضغط على الأخوة الأتراك من جانب آخر هو ضمان كما يقول ترامب ضمان أمن الأخوة الأكراد. وقد صرح السيد أردوغان رجب طيب أردوغان وبعض المسؤولين الأتراك أنه لا غاية لنا في حرب مع الأخوة الأكراد، إنما نحن حربنا مع عصابات إرهابية قتلت وهجرت وارتكبت جرائم حرب في الجزيرة، جرفت أكثر من قرية، أيضا البككة قتلت شيوخ وأطفال ونساء عزل. فلا الجمهورية التركية لا تريد حربا مع الأكراد، وإنما تريد القضاء على العصابات الإرهابية المتواجدة في شمال شرق سوريا. عبر الهاتف من أورفا الكاتب والمحلل السياسي السيد راكان الخضر، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.